وينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من الرياض الكاتب الصحفي المختص بشؤون الإرهاب الدكتور علي خشيبان. مساء الخير دكتور علي، وكما رأينا قبل قليل ما زالت الدوحة تواصل التعنت وتمارس المزيد من الاستقواء بالخارج، كيف يمكن تفسير هذا الإصرار القطري على البحث عن الحل في خارج دول المنطقة؟ الحقيقه يعني انه اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقه انه يعني هذا الاصرار يعني يعطي مؤشرات واضحه على ان قضيه التورط القطري في الكثير من الاعمال الارهابيه ليست ادعاء كما تروج السلطه في الدوحه، نعم، بل هي حقيقه. ولذلك يعني انا اعتقد انه هذا الاصرار هو محاوله للهروب من مواجهة الحقيقة، نعم، وخصوصا بعد انكشاف الكثير من المستندات والأحداث التي تثبت حقيقة دعم السلطة في الدوحة للكثير من العمليات الإرهابية، سواء على مستوى الجيران القريبين في دول الخليج أو على المستوى الإقليمي والدولي. لذلك انا اعتقد انه يعني هذا الاصرار يعني مدعاة حقيقه لان نثبت ان قطر والسلطه في قطر فعلا هي تتورط بشكل او باخر فيما نسب اليها من محاولات. نعم دكتور، دكتور علي، ما هي الرساله التي تريد الدوحه ايصالها الى دول الداعيه لمكافحه الارهاب من مواصله وصول الدفعات العسكريه التركيه الى الدوحه؟ الحقيقة هي ليس لديها رسالة، هي مرتبكة. نعم. الحقيقة هي يعني واضح أنها ليس لديها رسالة محددة أو لأنها لا تتحدث وفق يعني مسار أنها تدافع عن نفسها أو تدافع أو تنفي التهم ولديها الأدلة لنفي التهم. هي في الحقيقة هي مرتبكة لأن هناك من يملك أدلة ويواجهها بهذه الأدلة، فلذلك يعني ليس امامها الا ان يعني ان تنفي وتستمر في النفي وتحاول ان تدول الازمه وتحاول ان تدخل اطراف اخرى لانها لا تريد الحل هي اساسا. وانا اعتقد انه يعني لو لجأت الى الدول الخليجيه بالتعاون معها واعترفت بما نسب اليها بشكل سري بعيدا عن المهاترات الاعلاميه لكان افضل من هذه المماطله، لكن حقيقه يعني ردا على سؤالك هي مرتبكه اكثر من كونها تريد ان توصل رساله الى جيرانها في الخليج. نعم، بالاشاره الى حاله الارتباك التي تحدثت عنها في الوقت الذي رفضت فيه الدوحه الحلول المقدمه من دول المنطقه والتي تصب جميعها في نقطة مكافحة الإرهاب ومنع تمويله، نراها توقع اتفاقا بالأمس مع واشنطن حول ذات الموضوع، ما جدوى كثرة التوقيعات إذا لم تلتزم بها الدوحة وماذا تريد من هذا التوقيع؟ هو محاولة للالتفاف على 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 المطالبة، والحقيقة يعني أصبح واضحا هي تعترف بالمطالب، أصبحت تعترف بالمطالب، ولكن لا تريد أن يكون هذا الاتفاق يعني أو هذا الاعتراف بشهادة الدول الخليجية، فلذلك هي اختارت طرفا آخر يكون يعني وسيطا أو في منطقة الوسط بينها وبين دول الخليج، واختارت طرفا قويا الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك أنا أعتقد أنه يعني كل هذا هو اعتراف حقيقة، ارتباك واعتراف ومحاولة لتخفيف الصدمة على 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 الدوحة والتهرب منها من خلال وضع دولة قوية في منطقة الوسط تضمن التزام الدوحة بهذه المطالب. وأنا أعتقد أنه يعني اليوم ومن أمس أيضا منذ توقيع هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية الدوحة أصبحت تعترف بشكل كبير بما نسب إليها، ولذلك هي يعني محاولة سياسية ودبلوماسية للخروج من الأزمة بأقل الخسائر وبأقل التكاليف. نعم، من الرياض الكاتب الصحفي المختص في شؤون الإرهاب الدكتور علي الخشيبان، شكرا جزيلا لك.